بقى التوميه كوبايه نشا، وبنفس الكوبايه اللي انا عامله بيها النشا هحتاج كوبايتين من الميه، كوبايه نشا كوبايتين من الميه، 3 فصوص من الثوم صحاح يكون كده حجمه متوسط، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الملح، نص كوبايه زيت، ونص كوبايه ميه. هجيب الاول حله هنا كده معايا وهحط فيها كوبايتين من الميه وكوبايه نشا. طلع هنا كده المعيار اللي معايا دي كوبايه، ونجيب الميه على البارد كده في الحله الصغيره دي اهو، كوبايتين من الميه كده اهو، معاهم كوبايه نشا، وعايزه اجيب كده ايه المضرب السلك، ميه الحنفيه العاديه كده اهو، وادوب ايه النشا كده في الميه كويس قوي، اول ما يدوب هقوم رافعاه على النار على طول واسيبه بقى يتقل، انا عايزاه يتقل اهو كده اهو. بصوا التقل ده، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه من الميه والنشا. هاتهولنا يا استاذ احمد من فضلك اهو. ايوه بس كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه، وهطفي النار وهشيل الحله الحلوه دي كده من على النار. ونيجي هنا بقى ايه للخلاط، هنحط نص كوبايه ميه، انا عايزه اجيب بس الكوبايه اللي مكتوب عليها نص، لا مش دي، ايوه هي دي الاصفريكه، نص كوبايه ميه كده، وهنحط الثوم 3 فصوص كبار من الثوم، وهنحط الملح كده اهو، وهنحط كمان الخل، صح مش احنا هنحط خل، مش فيها خل يا جماعه صح، معلقه كبيره خل تمام، وبقى ايه النشا بالميه اللي احنا ايه تقلوا معانا دول هنحطهم كده في الخلاط اهو، كوبايه النشا مع كوبايتين الميه هنحطهم كده، كل الكميه بالشكل ده، وهعمل ايه وهضربهم كام ضربه وبعدين هنزل عليهم بقى بالزيت. هنضربهم الاول كده بسم الله، نص كوبايه الزيت، وهضرب وانا بحط الزيت ده فيها صرصور صغير كده وافضل اضرب. عشان تشوفوا تقلها بصوا هتهدى وهتبرد، وهتلاقوها بقى تقلت كمان اكتر من كده وبقت تجنن، وريحه التوم بصوا انا شماها فيها فظيعه. وصفه للتوميه بسيطه جدا وحلوه قوي قوي في الخلاط، ما خدتش ابدا اي وقت، تعملوها ان شاء الله يا رب بالف هنا وشفا.